ازيكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى قلنا نبتدي مع بعض علشان نعرض لكم الاوردرات اللي طلعت بسم الله ما شاء الله، وناس كتير عجبتهم. عايزه اقول لكم كمان ان الحاجات اللي عجبت الناس مش مجرد ان هم ادونا رايهم على الواتس وانا خدتها سكرينات، لا كمان سجلت لهم المكالمات عشان اقدمها قدامكم وتسمعوا راي الناس ان الاكل عجبهم جدا 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 وبيشكروا جدا من اوردرات مطبخ جيجي على قد ايدي. اولا الجوده عاليه جدا، الطعم هايل، والسعر حلو قوي بالنسبه للاسعار بره. الناس اللي بتدخل تقول لي يا جيجي في التعليقات الاسعار بتبقى غاليه عندك شويه، لا الاسعار مش غاليه عندي ولا حاجه. كل الحكايه ان انا بستعمل لحمه بلدي صافي. انتوا عارفين يا جماعه سعر كيلو اللحمه البلدي وصل لكام؟ سعر كيلو اللحمه البلدي وصل ل 210 يا جماعه، انتوا متخيلين؟ وانا والله والله يعني ضد الناس اللي بتزود دي، واقفه على مبدئي، تمام؟ انا عامله لكم العروض على اللحمه، ما بشتريش غير لحمه بلدي، بعمل منها كل حاجه، تمام؟ لما يبقى السجق انا كنت عاملاه 150 جنيه زودته 10 جنيه بقى 160 جنيه وانا اللي بعمله في البيت وبلحمه بلدي وعملت البرجر والحاجات دي. طب ما هو في حاجات اصلا مصنعات اللي هي بتبقى متلج، بس اللي انا باكل منه احب ان انتوا تاكلوا منه، وعامله لكم اسعار كلها مميزه. دي صور الاوردرات اللي طلعت، ودي الارقام للحجز يا جماعه. الاوردر باخده قبلها بيومين، تمام؟ الواتس اهو اللي عايز يسيب رساله بالاوردر، واتس بتسيب الاوردر بتاعك، الطلبات بتاعتك اللي انت عايزاها عن طريق الواتس، او التليفونات موجودة عندك اهي. عندنا توصيل لأي مكان في القاهرة موجود. الناس اللي بتسأل على التوصيل كام؟ التوصيل على حسب المشوار، لان اللي بيودي شركة شحن، تمام؟ شركة هي اللي بتودي، فبتحسب المشوار على قد المسافة مش انا، تمام؟ الاكلات كلها اللي موجودة عندنا جاهزة يا جماعة على التسوية او مستوي اللي انت عايزاه. وعندي تجهيزات للعزومات، عندنا للعقيقة، ودي شكل اللحمة البلدي بتاعتنا، تمام؟ بصوا شكلها عامل ازاي، وانا مش ببيعها كمان زيها زي والله انا يعني يعتبر باخدها ارخص وبديها لكم كمان ارخص، تمام؟ يعني الكيلو ب 180 جنيه، كيلو اللحمه ب 180 جنيه اللي انتم شايفينها دي، والسجق 160 جنيه حصري، والبرجر وكل حاجه، اللحوم كلها لحوم بلدي، الممبار معانا جاهز على التحمير، المحاشي كلها موجوده، الفراخ كلها متبله معانا، كل حاجه يا جماعه. كمان حتى الوجبات، اللي عايز بيسال على وجبات، عندي وجبات بتبتدي من اول 30 جنيه، وجبه حلوه جدا ومشبعه. كمان عندنا المحاشي طبعا، وعندنا التفريزات، عندي كل انواع التفريزات. الناس اللي بتاخد مني كل اول شهر، اللي بيبقوا يعني واخدين الحاجات بتاعتهم بالشهر، هم عارفين بياخدوا الحاجه بتعجبهم جدا جدا، فبياخدوها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده على الشاشه. عندنا كمان كل اللي انت خيالك يجي فيه، تفريزات فاكهه، تفريزات من الخضار، تمام؟ الخضار كمان معانا نزل، معانا مخللات، الليمون اللي عايز ليمون، الزيتون خلاص بقى اخره بقى غالي جدا، طبعا انا شبعتكم زيتون. معانا كمان الخيار اللي عايز خيار مخلل، عايز اي حاجه، كل الحاجه موجوده يا جماعه، والاوردرات. وادي كمان الوجبات اللي انتوا شايفينها اهو، عندي وجبات بتبتدي من اول 30 جنيه، عندنا السمبوسك، عندنا كمان فطير بلدي، اللي عايز فطير بلدي، اي حاجه انت عايزاها موجوده وبتتعمل بالطلب، وكلها بلدي 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 بلدي. عندنا كمان الناس حاجزه معانا كسكسي بلدي، بيتعمل سخن، تاخديه سخن وجميل وتحطيه في الفريزر تطلعي وتعملي. معانا كمان الكبده البلدي، معمول للقلي، تمام؟ لو عايزاها مشكله كبده وقلب وكلاوي والكلام ده كله موجود، موجود الكبيبه، موجود عندنا الجلاش والرقاق وكل الحاجات الحلوه. معانا الفراخ متبله، تاخديها على طول على الشوايه. عندنا كل حاجة، الأرقام هي قدامكم للحجز يا جماعة موجودة على الشاشة، تمام؟ بس الأوردر زي ما قلت قبليها بيومين. أنا مش عارفة أقول على أسعار ليه، علشان السوق زي ما أنتوا عارفين كل يوم بسعر، زي ما أنتوا شايفين أنا بجيب الحاجة نسبة الربح عندي قليلة جدا جدا جدا، بس المهم إن أنا أكون عند حسن ظنكم بيا، دي أهم حاجة في الدنيا. أهم حاجة إن أنا نفسي أدخل كل بيت مصري، هو ده اللي أنا عايزة. وبتمنى بقى منكم حاجه، لو انتوا فعلا فعلا بتحبوا جيجي حطوا لايك كتير في للفيديو. اللايك ده فين؟ انزلوا تحت الصوره، تحت الفيديو هتلاقوا علامه اللايك، دوسوا لي لايك بالله عليكم، تحطوا لايك كتير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، وبجد بجد تبقوا ساهمتوا معانا في باب رزق الناس كتير. ويا رب كده الحلقه دي تكون عجبتكم وتكون نالت رضاكم، ومستنيه كمان تعليقاتكم الحلوه.